الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، يتجدد اللقاء بنا أبطال الصف الأول مع التمارين درس توازن وشهر رمضان. أولا لا بد وأن نقرأ الدرس قراءة سريعة حتى نستطيع حل التمارين، فلنستمع ثواني أبطال إلى قراءة الدرس. علمت الأسرة بدخول شهر رمضان ففرحت، طلب فواز من أبيه أن يصوم معهم. قال الأب: ما تزال صغيرا يا بني. رد فواز قائلا: أرجوك يا أبي دعني أحاول. فقال الأب: حسنا يا بني. استيقظ فواز وتناول وجبة السحور مع أسرته، وبعد ذهابه إلى المدرسة شعر بالجوع والعطش، فاتجه إلى المقصف واشترى وجبة غذائية وأكلها. وبعد عودته إلى المنزل أخبر أباه بالأمر، فقال له الأب: في العام القادم ستكبر إن شاء الله وتصوم معنا. هيا بنا يا أبطال، بعدما سمعنا الدرس هيا بنا إلى حل تمارين الدرس. أول سؤال يا أبطال: ما شعور الأسرة عندما علمت بدخول شهر رمضان؟ لما علمت الأسرة بدخول شهر رمضان إيش سوت؟ فرحت. نعم، فرحت الأسرة بدخول شهر رمضان. نعم. ماذا طلب فواز من أبيه؟ إيش طلب فواز من أبيه؟ فواز طلب شيء يبغى يسويه معاه مع الأسرة. إيش هو؟ طلب أن يصوم. أي نعم نعم، طلب إيش؟ أن يصوم معهم. طلب أن يصوم معهم. بماذا يا أبطال أجابه أبوه؟ أبوه إيش قال له؟ بعد ما قال له أبغى صوم يا أبي، إيش قال له بقى؟ قال له إيه؟ ما تزال. نعم، ما تزال إيش؟ صغيرا. ما تزال صغيرا يا بني. كيف خفف الأب، كيف خفف الأب من حزن فواز؟ إيه كيف خفف؟ لما فواز رجع المدرسة قد أفطر، بعدما ذهب صائما أفطر لما شعر بالجوع ورجع إلى أبيه حزينا: لقد أفطرت يا أبي، أحسست بالجوع فأفطرت. فماذا قال له أبوه خفف عنه؟ قال له: في العام القادم إن شاء الله ستكبر وتصوم إيه معنا. قال له: في العام القادم ستكبر إن شاء الله وتصوم معنا. نبدأ بعد ذلك أيها الأبطال سؤال أفكر، وهذا السؤال يعتمد على مهارات التفكير. ماذا سأفعل لو حدث لي ما حدث لفواز؟ إيش أسوي لو حدث لي ما حدث لفواز؟ إيش أسوي أنت لو مكانك؟ هتكون صيام وتتعب وتروح المستشفى لما يصبح يا أستاذ؟ لا، سأفطر. الإسلام يقول: لا ضرر ولا ضرار، لا ضرر ولا ضرار. إن يا بطل خلاص مثل ما فعل فواز سأفعل. أصل الكلمة بالصورة المناسبة. كلمة أول، شفت هذا الحرف يا ولد يا بطل الأول؟ الصف الأول، أبطال الصف الأول، أول حرف إيش؟ ألف. ألف ما عليها همزة، أول الكلمة إي. ألف أول الكلمة ما عليها همزة إي. استيقظ، استيقظ. نعم، استيقظ. هذه يلعب كرة وهذا يذاكر. طب هنا أستاذ يقول إيش؟ أكلها، أكلها. هذا إيش يسوي يا أبطال؟ هذا يكتب وهذا يكتب. أما هذا يأكل، هذا اللي أكلها.
هذا ايش اكل ما شاء الله عليكم ويزيد أبطال. نتجي أفضل نطالح في الصورة ونقرأ الكلمة. هذا إيش أفضل؟ هذا طعام. متى نأكل هذا الطعام؟ طب تعالي قلت كلمة كده أفضل. السلام إيش أفضل هنا؟ لام شمسي ما عليها شيء. الحرف اللي بعديها عليه شدة. إن شاء الله عليك بطل. السحور. نعم أسمعه قرأتها مضبوط صح. ذات بطل. السحور مد بالواو فلام شمسية. اقرأ يا بطل اقرأ يا بطل. أرجوك مد بالواو يا أستاذ. يا مد بالألف. أبي مد بالياء إذا مد بالواو مد بالألف ومد بالياء. ما شاء الله عليك لديك حركات جدا. نعم هذا بدأ بطل بالغلط تركز جدا مع أبطال الصف الأول. هذا مهم جدا. فتجه فتجه أحب إيش أفضل؟ يعني ينفع نقول ها مربوطة؟ لا أستاذ أنت قلت لنا يا أستاذ آخر الكلمة آخر الكلمة. إذا هذه ها آخر إيش الكلمة إلى ألف مقصورة اللام قمرية المقصفي واشترى واشترى ألف أول كلمة عليها همزة إي اشترى وأيضا في ألف مقصورة وج تاء أخرها إيش يا أبطال؟ تاء مربوطة. غذائية تاء مربوطة. إذا يا أبطال الهاء في آخر الكلمة تنطق هاء. التاء المربوطة في آخر الكلمة عندما مش مربوطة في وسط الكلمة التاء المربوطة تنطق تاء وهاء. وجبة وجبة غذائية غذائية فقدناها تاء وهاء. أما الهاء آخر الكلمة لا تنطق إلا هاء لا تنطق إلا إيه؟ هذا الخط يا أبطال ومنراعي فيه ثلاثة أسطر. لا نصعد فوق السطر الأخضر ولا ننزل تحت السطر الأزرق ونسير على السطر الأحمر ونسير على السطر الأحمر. أرتب الكلمات الآتية لأكون جملة مفيدة ثم أكتبها. المقصفي فواز إلى اتجه. قلنا يا أبطال أي ترتيب لابد نبدأ أول شيء بالحركة. من الحركة المقصد بيتحرك لا يا أستاذ فواز هذا اسم ولد. إلى إلى يا أستاذ إلى اتجه يعني تحرك سار يبدأ. هذا نبدأ بالتجه يا أبطال. اتجه مين اللي اتجه يا أبطال؟ فواز يبدأ اتجه فواز. وين يا أستاذ؟ إلى إلى وين؟ إلى المقصد. يبدأ إذن اتجه فواز إلى المقصف. اتجه فواز إلى المقصف. أبطال أبطال ما شاء الله عليكم. أملأ البطاقة الآتية. طبعا هذه البطاقة يا أبطال كل واحد يكتب اسمه ثلاثي ما حد يساعدك فيها. أنت تكتب اسمك الحالي اسمك من ثلاث ثلاثي اسمك واسم الأب واسم الجد ثلاث أسماء اسمك. ومدرستك طبعا مدرسة التربية ليش؟ المتميزة. مدارس إيش؟ التربية المتميزة. الصف الأول صف إيش؟ الأول باء أو الأول جي. طبعا هنا هنكتب برضو هذا السطر نطلع الكلمة ونقرأها ونكتبها في المطلع كمرة. بعد ذلك يا أبطال نتجه إلى الإملاء. يلا نكتب أول كلمة يا أبطال افتح أسطرنا. يلا يا أبطال رد رد دا. شديت يا بطل قلم الحرفين بشدة. رد فواز. ما تنسى الشدة يا بطل. فواز ثاني. رد فواز قائلا. إي في وسط الكلام يا أبطال. الإي إذا جاءت في وسط الكلام يا بطل لابد تجبر كل حد أي أحد لابد يجيب لها كل تجبر كل الحروف أنها تجيب لها كل الكلام. يبقى لابد الهمزة إذا جاءت في وسط الكلام إي لابد على كل ما على يا قائلا
وتنون بالفتح بتزيده ألف ما شاء الله عليكم. قائلا أرجوك أرجوك، ما ننسى المد يا بطل، ما تنسى المد أبدا، وما تنسى الكاف كيف في آخر الكلام، فيها همزة شكل لابس فيها همزة. أرجوك يا يا، ما ننسى المد، أبي أبي، ما تبيش يا بطل، نعم ما تبيش يا، ويا في وسط الكلام ولا في آخر الكلام، في آخر الكلام لابد أن يكون حل بنا من هذا. دعني دعني، ما ننسى برضو المد يا بطل في آخر الكلام. أحاول أحاول، ما ننسى المد. نبدأ تاني يا بطل، نجيب كلمتين فيها همزة وسط الكلام مكسورة، شوف كيف تسوي. يلا يا بطل. سائلا سائلا، يكتبوا بفتح من ايده عليه. سائلا، اخر كلمه يا بطل نكتب فيها كلمه عائدا عائدا، ما ننسى الف تنوب بالفتح، ما ننسى الهمزه على كرسي افضل لانها مكسوره. طبعا الحين تعرف انت من الاء ترسلوا لي هذه الاء حتى اراها واشاهد كيف املاءكم، وكلكم ابطال ما شاء الله عليكم. اكيد نسال الله السابق، ما شاء الله املاء مميز عندكم جميعا، ما شاء الله كلكم مميزين. هذا والحمد لله، والصلاه والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه ومن والاه، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.